اجي من هذه المنطقه تخ عجش. طبعا بعرفش انه في جيش عند دار الاخ ابو نعسي، بعيش عندهم. اجي من هنا تيمروك، كامل القناص تخو بجت بخسرته، وكان من الجعبي، كانت الجعبي من الرصاص اللي فيها انحركت وارتمى هين. طبعا كان بالطريقه بالهيئه هاي ايده هين، طبعا انا سحبته من هين والقناص شمط علي رصاص. طبعا سحبنا، ضليت سحبه لفوق لغاد، وبعدها اخذناه حملنا على الاسعاف، والاسعاف اخذته على المستشفى. رصاص اجى هين هين وهين هاي المنطقه. طبعا انا حاولت على اساس انه وجهه ما يطبش بالدرج، حاولت رفعت لفوق واسحب فيه شوي شوي. بقى طبعا شباب هين معي، قلت لهم ساعدوني ساعدوني، حملناه لهين، وبعدها حملناه من هين نكلناه حطينا لفوق على اساس تامنه. وبعدها كانت السيارات سياره الاسعاف فوق عند بس اسمه عند المامون الحوشيين. طبعا نادينا سياره الاسعاف حملنا فيها واخذته على المستشفى.